إجازة الصيف لتلاميذ المدارس في غزة ربما تطول هذه المرة، حيث من المفترض أن يعود هؤلاء الأطفال في مخيم جباليا إلى الفصول في 23 من الشهر الجاري، لكن مشكلة التمويل التي تعصف بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وضعت هذا الأمر موضع شك. حتى اللحظة لدينا عجز ب 217 مليون دولار، لا نعرف إن كنا سنفتح المدارس أم لا هذا العام، ولكن سيقرر المفوض العام للأونروا بيير كريهم بول خلال الأسبوع القادم حول أن الأونروا ستقوم بفتح المدارس من عدمه. ويشعر أولياء الأمور بالقلق بشأن مستقبل أطفالهم، وذلك إذا لم تفتح مدارس الأونروا وأبوابها لعام دراسي جديد. بقعدوا الأولاد بخلص لا بتعلموا ولا قادرين نعلمهم، مش قادرين ندفع لهم حكومة ولا قادرين نلبسهم لما نروح ندفع لهم حكومة. أولاد حيصيروا في الشوارع، حيضيعوا أولادنا. أولادنا يعني قاعدين بناموا بنصحى وإحنا بنفكر فيهم كيف بدهم يصيروا، كيف بدنا نقريهم، كيف نوديهم على الحكومة. وتشغل الأونروا أكثر من 250 مدرسة في غزة تقوم بتعليم نحو 280 ألف طالب. عندي 5 أطفال، في عندي في 9، في عندي في 8، في صف سادس، في ثالث، وفي في رابع. فيعني مش عارف أنا وين بدي أودي هذول الأطفال، يعني حتى لو سكرت أو فتحت ما بنعرفش يعني كيف إيش بيكون مصيرهم. فبنتمنى من الدول إنها تساعد في حل هذه المشاكل. وتلقي الأونروا باللوم في الأزمة على خفض التمويل الأمريكي، حيث خفض البيت الأبيض حوالي 300 مليون دولار أمريكي من مساعداته للمنظمة في وقت سابق من العام. ومن بين المناطق الخمس التي تعمل فيها الأونروا فإن غزة تعد من المناطق الأكثر عرضة للخطر نظرا لظروفها المعيشية المريعة والاقتصاد المدمر تحت حصار الاحتلال الإسرائيلي.